عايز نروح لمنتخبنا الاولمبي وما ننساش منتخبنا الاولمبي اللي خلاص يقترب من المشاركه في اولمبياد باريس باذن الله. ان شاء الله متفائل جدا بالمدير الفني واللاعبين الحاليين انه يعملوا لنا حاجه، والحاجه دي اقصد بيها انجاز تاريخي استثنائي ان احنا نوصل باذن الله وناخد ميداليه، وليه لا. معايا عبر الهاتف الان للاطمئنان على بعثه منتخبنا الاولمبي الكابتن ياسر عبد العزيز المنسق الاعلامي لمنتخب مصر الاولمبي من فرنسا. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجد حضرتك معايا. حبيبي يا استاذ كريم، والله انت اللي منور الدنيا كلها يا رب يخليك. تعمل ماده اعلاميه حلوه جدا. اشكرك يا فندم، حاجه من الزمن الجميل كده يعني. يا رب والله يا رب يخليك يا فندم، متشكر يعني. جدا طمنا بقى على منتخبنا الاولمبي اللي احنا ان شاء الله كلنا متفائلين بيه باذن الله. ان شاء الله النهارده كان في تدريب بعد التجربه بتاعت اوكرانيا امبارح. النهارده عملنا تدريب المجموعه اللي كانت اساسيه في مباراه اوكرانيا، عملوا تدريبات استشفائيه في الجيم، والمجموعه الثانيه عملت تدريبات عاديه يعني في الملعب مع المستر ميكالي، وعندنا المباراه الوديه ان شاء الله الثانيه مع العراق يوم الاربعاء تبقى الساعه 6 بتوقيت القاهره. والاستعدادات كويسه يعني، الاجواء برضو الانطباعات حلوه بتاعت مباراه اوكرانيا. طبعا المستر ميكالي بعد المباراه كان قال في تصريحاته ان احنا لو هنعملها يعني لو هيبقى المعايير بتاعتنا الفرص والسيطره احنا كنا نستحق الفوز، واحنا عملنا مباراه كويسه واخد بال حضرتك، خاصه في الشوط الثاني كان الاداء والنتيجه مسيطر المنتخب المصري وعمل مباراه كويسه. والشوط الاول كان فيه نديه، وبشكل عام يعني ان شاء الله بدايه مبشره وربنا يكرم ان شاء الله يا استاذ كريم. محمد النني وزيزو وجودهم في معسكر المنتخب الاولمبي، الحاله كمان بالنسبه للاعبين الشباب؟ والله طبعا زي ما حضرتك عارف الكابتن محمد النني والكابتن زيزو يعني اسماء جميله واسماء حلوه على المستوى الفني وعلى المستوى الاخلاقي، وهم محبوبين من اللعيبه، فالانسجام سريع يعني تحس ان هم موجودين معانا بقالهم فتره، مش اول معسكر ليهم. عظيم. لا تحس ان هم بقالهم فتره وبيقعدوا بصراحه يعني بشكل عادي يعني بيقعدوا مع اللعيبه، في حوارات كده وفي حوارات ايجابيه يعني. زيزو يعني دور كبير. زيزو اختار رقم 14 يمثل بيه منتخبنا الاولمبي في الاولمبيات ان شاء الله. كواليس بقى، بما انه رقم أول مرة يلبسه زيزو يمكن في تاريخه سواء مع منتخب مصر أو مع نادي الزمالك. طبيعي. رقم 14، هو اختار رقم 14 ليه زيزو؟ هل اتكلم معاكم؟ هل كان بيدردش؟ تعرف الكواليس؟ والله بص هو بص الأرقام تقريبا اللعيبة بيبقى معظم اللعيبة ليهم أرقام ثابتة، ف 14 يعني هو تلاقيه مش هو اللي اختار يعني عادي. مش زيزو اللي اختار الرقم؟ لا ما اعتقدش في حد بيختارها، هي كده بيبقى فيها ترتيبه كده اداريه وحاجه كده. ما تعرفش. طيب خلاص. نقطه كمان وهي نقطه ايضا مهمه ان شاء الله، منتخبنا الاولمبي ميكالي تحديدا مع التشكيله الحاليه ومع كثير من الاحاديث ما قبل السفر لفرنسا وهذا المعسكر الودي كان في كلام انه القائمه ناقصه لاعبين، هل القائمه بالنسبه له هي مكتمله وما فيهاش اي مشاكل، ولا في بعض المراكز ممكن يبقى فيها مشاكل نشوفها في الاولمبياد؟ بص انا مش عايز اخش في الجزئيه الفنيه دي يا استاذ كريم، لان هو ليه فكر مختلف بصراحه واحنا بنحترم فكره، واخد بال حضرتك؟ طبعا. هو عنده قناعات اني على قدر المستطاع، واخد بال حضرتك؟ وطبقا للامور المتاحه لي هو هيشتغل بالناس اللي موجوده ومعتبرهم 22 محارب مش 22 لاعب. وبصراحه يعني انا ممكن تبقى شهادتي مجروحه في مستر ميكالي، بس هو يعني بسم الله ما شاء الله عليه، يعني هو مدرب قدير يعني اقل حاجه ممكن نوصفه بيها مدرب معك. قدير. اتفق معاك، عنده قدره على ان هو بيوظف اللعيبه. طبعا انت في الفنيات ايه متخصص؟ لا هو مدرب محترم جدا، الواحد متفائل بيه جدا كمان يعني. طبعا مجموعه اللاعبين مميزه، بس لما معاك مدرب قدير زي ميكالي فتبقى مطمن شويه. يعني مثلا على سبيل المثال اتفضل، احنا كنا في امم افريقيا في المغرب تقريبا بعد مباراه غينيا، واخد بال حضرتك؟ واحنا في المؤتمر الصحفي المدرب بتاع غينيا يعني كان دايما وهو بيتكلم بدا كلامه ويقول لك انا لعبت مدرب،
انا لعبت مدرب، لو انا عايز امشي بين اللعيبه لنفسي من غير كوره كده مش هعرف امشي، هيبقى في صعوبه، واخد بال حضرتك؟ فهو اتكلم على مستر ميكالي اكتر من اي حاجه، واخد بال حضرتك؟ صحيح. فدي شهاده يعني، وده يعني هو راجل عنده منهج، عنده فكر مختلف يا استاذ كريم. على فكره انا الكلام ده اللي انا بقوله ده انا اللي ملاحظه من خلال معايشتي معاه، راجل بصراحه يعني عنده فكر مختلف، بيحب شغله جدا. طب استاذ ياسر انا كنت عايز اسالك كمان على حاله اللاعبين طبيا، هل في اصابات ولا كل اللعيبه جاهزه ان شاء الله؟ كوكا بقى جاهز؟ والله بص، حتى الاصابه بتاعت كوكا اصابه خفيفه يعني، خفيفه في وش القدم، واخد بال حضرتك؟ وتعمل اشعه وهي اصابه خفيفه وهتبقى تأهيل كده، حاجة بسيطة كده، يوم ولا يومين والدنيا تبقى حلوة يعني، مفيش مشاكل يعني. إن شاء الله. من الناحية الطبية مفيش مشاكل يا أستاذ كريم. إن شاء الله. أستاذ ياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني الأولمبي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا من فرنسا، كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الأولمبي بإذن الله.